بسم الله الرحمن الرحيم. دائما الهدف ديالنا هو WPF لي ويندوز بريزونطاسيون فونديشن، لي زابليكاسيون جداد ديال مايكروسوفت اللي ماشي جداد، كاين دابا بلاند وداكشي اكسترا. اذا الهدف ديالنا كيما قلنا WPF هما لي زابليكاسيون اللي تكون سريع في ليكزيكسيون، يعني هناك سرعه في ليكزيكسيون على اساس ان الواجهات مبرمجه بدي فيشي اكس ام ال ولا اكزامر. المنفعه الثانيه هو ان لي زابليكاسيون WPF تشكل ارضيه مشتركه بين الديزاينر او الذي يرسم الواجهات والمبرمج. فوالا. والاشياء الثانيه يمكن تحويل بعض الواجهات WPF الى واجهات بالنسبه لتطبيقات الويب فوالا بسيرفر لايت اكسترا. وهناك تقنيات حديثه كتموج مثلا الجراديون اكسترا. اذا الهدف ديالنا من هذا الفيديو هذا هو شرح اكس ام ال، وبالتالي غنفهموا اكزامن فوالا اللي هو لغه برمجه ولا ستاندار ديال مايكروسوفت بور ديفلوبي لي زابليكاسيون WPF. اذا يا بسم الله نبداو. كما قلنا كرينا قبيله ان بروجي، كرينا قبيله واحد البروجي، وهذا البروجي هذا هو ديال هذا البروجي هو ديال WPF. اذا كما قلنا قبيله بان هذا هو الفيشي اكزامن ولا اكستنسيون بوينت اكس ام ال اللي في ان لي موراسين. شو لي موراسين؟ هو ان لي مو ما تتعاودش. اذا قبل ما نفهم هاد اكس ام ال اجي نشوف واحد النظره بسيطه على الملفات اكس ام ال. اذا الملفات اكس ام ال، اذا نقدروا نصايبوا ان فيشي اكس ام ال بوتون دروات، نقدروا نشوفوا اجوتي واش عندهم ان فيشي اكس ام ال. اذا داتا، اذا اكس ام ال فايل هو هذا. جو ريبيت باش ما نزربش. فوالا، اذا هذا الهدف ديالنا كامل هو توطئه لمعرفه اكس ام ال، ولكن قبل منه غنفهموا اكس ام ال اشنو هو. اذا بوتون دروات توجور اجوتي عنصر اليمون جديد، تنكليكي على ديتا فوالا وتمشي على اكس ام ال. اذا غنسمي مثلا، تخيل غنسمي واحد الفيشي امبلوي. اذا امبلوي بوان اكس ام ال، جو ريبيت، اذا اي اكس ام ال هو اكستنسيبل ماركوب لانجويج، اللي هو واحد الفيشي ولا واحد الفيشي مشترك بين كاع لي بلاتفورم، يعني هو ملتي بلاتفورم غير تابع لاي شركه او منتوج او طريقه هندسه. اذا اكس ام ال هو معروف ان ستاندار يتميز بواحد ليليمون اللي تسمى ان برونوم، يعني اول سطر اللي في علامه استفهام اكس ام ال فيرسيون. عندنا لي فيرسيون بزاف. اون كودين اي تي اف 8 يعني تيب ديال الكوداج، يعني الطريقه ديال ترميز الحروف. فوالا، اذا اي اكس ام ال ضروري يكون عنده واحد لي ليمون راسين. اذا شنو هو ان ليمون راسين؟ هو ان ليمون اللي ما تيتعاودش مثلا 150. فوالا، ان ليمون راسين غنداخلو ان ليمون راسين باغ اكزومبل لي زومبلوي افيك اس. فوالا، جو ريبيت بان الفيشي اكس ام ال تيدير لا ديفيرونس اونتر ماجيسكول ومينيسكول. اذا هذا هو لي ليمون راسين، يعني ما خصوش يتعاود، وبالتالي غيكون في وسطو دي يكون في وسطو مثلا دي زومبلوي بلا اس. فوالا، اذا هذا هما امبلوي. هذا نقدر نبقى نعاود فيه بزاف لانه ماشي ان ام راسين، تيتسمى ان ام. كونترول سي ونجيب هنا كونترول في ونجيب هنا كونترول في. فوالا، اذا عندنا بزاف ديال لي زومبلوي. وهنا اي امبلوي تقدر، كاين هذا تيتسمى ان ام. شوف معايا اصغر اكبر، هذا تيتسمى ان ام امبلوي، يعني تيتسمى ان ام امبلوي افيك اس. اذا اي ان ام تقدر يكون عنده ديزاتري، ديزاتري ميفيكس انا تيكونوا دائما اون مينيسكول لور كيس. اذا نقدر نعطي اي دي، نقدر نعطي باغ اكزومبل ان هنا، يعني حتى يكون عندنا خاص يكون عندنا اون فاليداسيون دي تي دي ولا اكس اس دي باش نقدروا نشوفوا البنيه الاساسيه ديال واحد الفيشي اكس ام ال. وبالتالي تقدر يكون عنده اي دي، هذا نقدر ما نديروش في اي دي بتاتا لان ما عندناش ان اكس اس دي نيميرو. إذا يقدر يكون عندنا النيميرو ويكون عندنا النوم. فوالا، يقدر يكون عندنا مثلا الادغاس باغ اكزومبل ادغاس. فوالا، نقدر إذا ما لم عندنا، إذا نقدر يكون أي واحد. كونترول سي جي لهنا، كونترول في جي لهنا، كونترول في جي. الإكس ام ال باش الفرق بين إكس ام ال وواحد الملف عادي هو أنه تيعطينا حتى البنية، ما تعطيناش غير لي دوني. إذا يقدر يكون عندنا أن دور لي دوني مثلا، هنا عندنا مثلا باغ إكزومبل محمد فوالا، ولا الأدغاس ديالو مثلا باغ إكزومبل فقيه بن صالح، مثلا فقيه بن صالح. إذا تعطينا لي دوني أون نوار باغ إكزومبل أو ستيكسيون، عكس هذوك الملفات القدام اللي كانوا فيهم غير المعطيات. هنا تعطينا تقول لنا بأن هذه راهي نيميرو، محمد هو مثلا باغ إكزومبل راه هو لو نو ولادغيس اكسترا. اذا نقدر نعمر لي دوني ديالي، فوالا مثلا فاطمه باغ اكزومبل،
voilà, نقدر هنا كازا باغ اكزومبل. ومادام ما عنديش واحد الام سي كيما قلتي بحال دي تي دي اللي باش يقدر يفاليدي لي هذه باش يعطيني البنيه الاساسيه منين تيتكون امبلوي، واش من نيميرو نو ادريس ولا غير من نيميرو، اذا عندي الحق انني نقدر نحيد هذه الادريس هذه مثلا. فوالا، اذا دائما كما قلنا لي زيليمون تيتحلوا يتسدوا. فوالا، كاين لي زيليمون اللي ما تيتسدوش مثلا، وهذا تيتسمى اليمون وهذا تيتسمى اتغوي، خاصو يتكتب مينسكيل ولي فالور ديالو تكون يكونوا اونتر دو كوتس. إذا نقدر نعطي 14 وإذا مثلا باغ إكزومبل رمار، فوالا فوالا، ونقدر نزيد مثلا شي إليمون مثلا كولور، مثلا كولور كولور، ندير مثلا واحد لايدي كولور ديال لي زيو باغ إكزومبل، كولور مثلا أوري، مثلا سوري مثلا روج، ماشي حاجة كولور بريفير، تقدر تسد هذا فوالا، تقدر تجي هنا، هادي تتسمى مثلا باليز، هادي تتسمى اون باليز معندهاش السدة ديالها، اوفر، فوالا، إذا هادي خلاصة، فيشي كسامل عندو ان اليمون برولوغ، تيتبع لنا ستيفان كسامل فيرسيون لون كودين، فوالا، وفي ان اليمون راسي ما تيتعاودش، وفي دي زاليمون، وكل اليمون في وسطو تاني دي زاليمون. واليمون يقدر يكون عنده دي زاتري اكسترا. اذا شكرا على الانتباه ديالكم، والمره الجايه نحاولوا نشوفوا هما ستاندارد ديال مايكروسوفت باش يخدموا بلي اكزامبل، يعني اكس ام ار. شكرا على الانتباه ديالكم.